السلام عليكم متابعين قناة العراف، احنا بيسعدنا مشاركتكم وانضمامكم للقناة عشان نقدم كل الجديد. وعلى رأي المثل الغايب ملوش نايب. لو الموضوع عجبك هتلاقي لينك قناة العراف في نهاية الفيديو، ما تنساش دوس اشتراك عشان يجيلك كل الجديد. اعرف القصة الحقيقية والمكان اللي حصل فيه قصة كفر دلهاب. مسلسل كفر دلهاب هو المسلسل الأعلى مشاهدة في الوطن العربي. الفيديو القصير ده هتعرف منه الشخصيات الحقيقية لمسلسل كفر دلهاب، وكمان هتعرف المكان اللي دارت فيه الأحداث الحقيقية. كفر كان عام هو الكفر اللي حصلت فيه القصة الحقيقية، أما الطبيب فكان ابن سينا. بدأت الأحداث سنة 1012 ميلادي لما جه واحد من الناس من كفر كنعان وقال للطبيب ابن سينا إن في مرض انتشر بين الناس والناس أصبحت في وباء وكرب، ورفض ابن سينا الذهاب معاه لأنه كان عارف وهو صغير إن الكفر ده ملعون وفي سحر. وبدأ ابن سينا يحكي لنا الحكاية وقال كان في امرأة فقيرة هي وجوزها وابنها الصغير اللي عمره ما كانش متجاوز السنتين، وما ينفعش إنه يكون عنده سنتين وينزل يشتغل، والمرأة دي كانت فائقة الجمال وكانوا طول اليوم بيدوروا على شغل لحد ما تعبوا واستقروا عند بحيرة صغيرة، فخلعت ملابسها ونزلت عشان تستحمى، وفجأة شافت حاجة غريبة، شافت بنت صغيرة شعرها طويل وعينيها حمرة وحزينة وبتبكي دم، ولما رجعت بيتها لقيت ابنها الوحيد راسه مقطوع وجوزها بيصارع الموت، ولما راحت عشان تعالجه قام بيشاور على البحيرة بعد كده مات. ابن سينا وهو بيحكي قام يغسل وشه لأنه عرق جامد لما كان بيحكي القصة، وكمل وقال المرأة فضلت تجري في الكفر وتصرخ وما سمعهاش حد لأن الناس كلها كانوا نايمين إلا راجل واحد هو بس اللي سمعها، فرح لها ولما شافها وهي عريانة غرته بجمالها فخدها المكان مهجور ما فيهوش حد، ولما دخلت معاه اغتصبها وقتلها، ولما قتلها طار جسمها في السماء لحد ما وصل الى بحيرة وفجأة اختفت. وهنا ابتدت القصة الحقيقية للكفر الملعون. وقالوا شهود عيان البنت اللي كانت في البحيرة كانت عينيها حمراء وكانت روح شريرة كانت عاوزة تحصل على جسد الامرأة الجميلة، فقتلت جوزها وقتلت ابنها عشان توصل للجسد بتاعها، وبعد ما دخلت الروح الشريرة في جسم البنت ابتدت هنا المعركة. فروح البنت اللي ماتت هي وجوزها وابنها كانت عاوزة تنتقم من الروح الشريرة ومن الكفر كله لأن هم ما ساعدوهاش في أي شيء، وبدأت اللعنة هنا تحل على الكفر كله، وظهرت أمراض وحرق وخراب ورعب وخوف في نفوس الناس كلها. ولما جم حكام الكفر واستعانوا بسحرة ومشعوذين وأطباء عجزوا عن حل المصيبة دي، وقال ابن سينا للراجل اللي جاله أنا مش هينفع أجي معاك. ولما الراجل مشي وابن سينا دخل عشان ينام حلم بأن نهاية اللعنة دي هتكون على إيده وإنه هيقدر يصرف الروح الشريرة دي، ولما صحي تاني يوم راح للكفر اللعين ده، راح للبيت اللي اتقتلت فيه الإمرأة وشاف حاجة مرعبة قدامه، شاف الراجل اللي اغتصب الفتاة دي جلد بس بدون عظم، ولقى مكتوب على ظهره الخلاص. وفكر ابن سينا في الكلمة دي وعرف ان اللعنة مش هتمشي الا لما تتصرف الروح الخبيثة من الجسد الطاهر، فراح ابن سينا يبحث عن الروح الشريرة وموصلش الحاجة. قام طلع اشاعات ساعتها وخلى الناس تقول انه جه راجل لكفر كنعان عشان يحل اللعنة ويبعد الروح الشريرة الى مكانها في الجحيم، وبالطريقة دي هيخلي الساحرة تجيله ويحل المشكلة بتاعت الكفر. وفعلا حل المشكلة للكفر بعد ما الساحرة جت له، وادى درس كبير جدا للناس ان الاخلاق والمساعدة والخير أهم شيء عشان ترفع البلاء عن أي وطن، لازم يكون فيه عدل وحق وما يكونش فيه ظلم ولا جريمة. لو الموضوع عجبك هتلاقي لينك قناة العراف في نهاية الفيديو، ما تنساش دوس اشتراك عشان يجيلك كل الجديد.